حتى نقوم بعمليات تضمين المنيو داخل الاكتيفيتي فاحنا نحتاج الى اوفررايد فانكشن مثل هذه الاوفررايد اللي انت تلاحظها الخاصه في عمليه الاون كرييت. فاحنا نحتاج اوفررايد فانكشن اون كرييت, او نقدر نكتبها بهذا الشكل منيو مباشره, فقط تكتب منيو راح يقول لك هنا اون كرييت اوبشنز منيو, نختار على اساس تكون عندك اون كرييت اوبشنز منيو. بعد ذلك راح نقول هنا انا عندي منيو انفليتر, راح نستخدم انفليتر دوت انفليت, راح يكون عندك ار دوت منيو دوت المنيو اللي موجوده عندي ان سكند باراميتر, راح اعطيه على اساس يكون عندك نول. اوكي طيب الان المنيو راح يتم عملية تضمية, ولكن كيف أصل إلى الأحداث الخاصة فيها؟ أصل الأحداث الخاصة فيها من خلال أيضا override function أخرى تسمى on select. أوكي on option item selected, ونستطيع التمييز بها من خلال الايتم اللي هو هذا على أساس يكون عندك المنيو ايتم, تسمى عملية اختيار. فهذه override function يعني بتشتغل لما تتم عملية اختيار عنصر معين. فبالتالي راح استخدم عندي وين مثلا, وراح اقول له عندي هذا الايتم دوت ايتم اي دي, وبالتالي لما يكون عندك ار دوت اي دي دوت اد نوت, يعني لما يكون عندي اد نوت مثل ما هو موجود عندي طبعا, راح اعمل ايش هنا, راح اعمل الميثود او راح اعمل اوكي بهذا الشكل, راح اعمل هنا عملية الانتقال الى الاكتيفيتي الاخرى. اذا هنا انا اعمل هنا موف سكند اكتيفيتي اوكي. Then إذا كان عندنا ال RID هو ثاني أو ثالث أو رابع وهكذا, أقدر أصل لها إلى كل الايتم اللي موجودة عندي. طيب الآن لو نعمل run, أو قبل ذلك نعمل start activity علي هذا, كيف ننتقل إلى الاكتيفيتي بصورة مباشرة. أبدي أعمل val أسمي intent, وهو راح يكون عبارة عن intent, ثم بعد ذلك ابدي امرر له اقل هنا من this الى الاكتيفيتي مالتي اللي هي عبارة عن add النوت, وبعد ذلك راح اقل له عبارة عن جافا كلاس اور جافا, ثم بعد ذلك راح اقل له هنا عندي start activity activity of intent, ثم ذلك ابدي امرر له هذه الانتنت. تمام لاحظ الان عندي second parameter is not null, ما ياخذ null, راح ياخذ عندك المنيو, فياخذ عندك هذه المنيو, معناها انه استبدل لي هذه المنيو بهذه المنيو. It's not null منيو. الان نعمل start الآن مثل ما تلاحظ عندنا تم إضافة المنيو بنجاح. لما نضغط عليه بهذا الشكل بلاش تتوقع أنه يبدي ينقلك إلى الملاحظة. طبعا البوتن الآن غير ظاهر باعتبار أنه السايز الخاص فيه, جهاز الخاص فيه صغير يعني مقاسة مع التصميم اللي موجود عندنا. تمام والآن في الفيديو القادم إن شاء الله راح نتعرف على كيفية تفعيل البحث واستخدام السيستم الخاص في عملية البحث.